الأبرز الحادي عشر لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. دمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري 7 عربات مزودة برشاشات و3 دبابات وعربتين مدرعتين لإرهابي تنظيم داعش في محيط جبل الثردة والمريعية وحطلة بدير الزور. كما أكد مصدر عسكري أن وحدات الجيش العربي السوري دمرت آلية للمجموعات المسلحة وقتلت وجرحت من بداخلها خلال اشتباكات غرب مدينة السلامية في ريف حما الشمالية قرب طريق السلامية حمص. إلى ذلك، فككت وحدات من الجيش عدة عبوات النازفة على طريق الشيخ هلال أثرية في منطقة وادي العذيب في ريف حما الشرقية كان قد زرعها مسلح تنظيم داعش. كما نفذ الطيران الحربي السوري غارات على تجمعات وأوكار لإرهابيي جيش الفتح المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود الوهابية في طلعات على تجمعاتهم في ريفي حما وإدلب. التقى وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما التقى المعلم كلا من وزير الخارجية التشيكي ووزير خارجية كازاخستان، وبحث معهما الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها وضرورة توحيد الجهود وأهمية التعاون الدولي في محاربة الإرهاب، إضافة إلى إعادة الأمن والسلام إلى سوريا. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا لم يسفر عن نتائج ملموسة، موضحا أن أعضاء المجموعة سيواصلون المشاورات لتسوية الأزمة في سوريا. ودعا لافروف في تصريحات صحفية أدلى بها عقب الاجتماع المعارضة السورية إلى اتخاذ خطوات لتسوية الأزمة، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح لتنظيم جبهة النصر الإرهابية باستغلال الوضع في سوريا. وفي سياق متصل، أكد جون كيري وزير الخارجية الأمريكية أنه لا حل عسكريا في سوريا، وأن الحل السياسي فقط هو الذي يمكن أن يجمع بين الأطراف المتباعدة لإنهاء العنف، ومن دون الحل السياسي سيبقى الأمن والسلام مهددا. ودعا كيري إلى إنهاء الحرب في سوريا ومحاربة التنظيمات الإرهابية كالنصرة وداعش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تشدد على وقف الأعمال القتالية وعزل تنظيمي النصرة وداعش الإرهابيين وبدء حوار سوري لتعود سوريا موحدة وآمنة. في خبرنا الأخير، في اليمن قتل 26 شخصا على الأقل جراء استهداف طائرات العدوان السعودي منازل المدنيين، وذلك في مدينة الحديدة. وردا على العدوان السعودي المتواصل، أعلن مصدر عسكري يمني أن العشرات من جنود النظام السعودي قتلوا وأصيب آخرون جراء استهداف معسكر رجلة في منطقة نجران جنوب السعودية من قبل الوحدات الصاروخية اليمنية بصاروخ باليستي نوع زلزال 3. وصلنا إلى ختام الموجز، إلى اللقاء.